أهلا بحضراتكم من جديد. في المواجهة دي هنناقش عدد من أهم الملفات المحلية والإقليمية مع ضيفتي الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة فريدة الشباشي عضو مجلس النواب. يا أستاذة فريدة يا فاري، نورتي الدنيا ونورتي مكانك وحمد لله على سلامتك، يعني الحمد لله أن ربنا قومك لينا بألف سلامة. يا حبيبتي أنت والله العظيم يعني فعلا أمر وفعلا بدر الآلام. الكلام اللي قلتيه عني في الأول يعني خلاني كمان قفزت قفزه في البراء من الهبابه الكورونا دي. انا بس كنت عايزه اقول لك انه الحفله اللي عملوها الاخوان لما جتني الكورونا اتبسطت قوي، لما زي ما قال لي نبيل، قال لي يعني الهجمه بتاعتهم جابت نتيجه، يعني ان انا الحمد لله خفيت. فأنا نفسي أفهم يعني إزاي في ناس ممكن تعتبر إنها بتاعت ربنا وتشمت في إن واحدة كبيرة في السن جات لها كورونا، إيه المشكلة؟ أنا عايزة بقى أقول لك على حاجة يا ريهام، لأول مرة هقولها في الإعلام، أول مرة. اتفضلي. بس عشان أجيب لهم فرسة زيادة عن الفرسة اللي جات لهم. أنا سنة 15 كان عندي سرطان وانتصرت عليه بفضل ربنا، لأن وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. مش المفروض يأمنوا بكده ولا إيه؟ صح، الحمد لله طبعا. وانت ست تمام. قوية ومحاربة يا أستاذة فريدة، ما شاء الله عليكي وربنا يخليكي ويديكي الصحة. الحمد لله. وكلامك الحقيقة يعني هاي الفكرة إنه الشماتة هي مش بتأذينا احنا، هي بتأذي من يشمت، إنما بالعكس انت بالنسبة لك حسب ما أنا فاهمة خدتيها بروح تحدي، يعني بالعكس حفزتك إن انت تحاربي أكتر. جدا. أنا دايما أنا شوفي لما انتصر على السرطان، دول لو كانوا عارفين وقتها كانوا عملوا حفلات، بس أنا ما بحبش، أنت عارفاني كويس، الحمد لله، ولا بحب أستدر شفقة حد ولا بحب أستعدي حد. بس عايزة أقول لهم إن الدكتورة نوال السعداوي اللي هم شمتوا قوي في موتها، ماتت عندها 90 سنة. أنا نفسي أوصل والنبي لل 90. ربنا يديك الصحة يا رب. طبعا ربنا يديك الصحة وزيادة كمان إن شاء الله. الله يخليك، أنا بضحك. طب ربنا يديك الصحة. لا طبعا ربنا يديك الصحة. طب كلمينا عن تجربة المرض، مرت عليكي إزاي؟ دعوات بقى وحب الناس فرقوا معاكي قد إيه برضو؟ لأنه ده أكيد يعني بيبقى له تأثير يعني. طبعا طبعا. بصي بقى، أنا الحقيقة غالبا جاتني عدوى من حد، يعني من الناس اللي بشوفها، خصوصا بعد الانتخابات والمجلس وكده. وفي ناس بتقول لي ان انا اتحسدت عشان يوم ما رأست الجلسه الافتتاحيه. في كذا تفسير يعني، بس اللي عايزه اقوله لك ان انا في الاول ما حسيتش بحاجه خالص. انا بصيت لقيت نفسي في المستشفى، واضح انها كانت جايه جامده يعني، لدرجه ان الدكتور الهايل الدكتور حسام اللي هو يعني بيعتبر من اكتر الدكاتره اللي قدرت تحارب الكورونا، دكتور حسام حسني، قال لي ان لما رحت كان الامل في ان انا اعيش 10%. ياه. تخيلي. فالمهم انا لما رحت المستشفى والحقيقه عنايه فائقه حصلت، ولغايه لما طلعت، انا طالعه بقالي دلوقتي اقل من 10 ايام، والدكتور قال لي اريح، يعني اريح طبعا، بس كنت خلاص مش قادره اريح من غير ان انا ما اطلعش معاكم على السي بي سي، احلى قناه بحبها. فالمهم انه الحمد لله، يعني زي ما قال الدكتور، يعني كل يوم بتحسن اكتر، وكل يوم بحس بان انا عندي استقلاليه اكتر في الحركه، في المشي، في البتاع. في الاول ما كانش عندي خالص شهيه للاكل، كان لما بيقولوا له جبنا الفطار في المستشفى بصرخ زي المجانين. دلوقتي الحمد لله باكل كويس وعندي شهيه وحاسه ان انا. انت ايه رايك في شكلي؟ زي القمر ولا كويس؟ لا زي القمر، وعاجبني الاصفر مع الاصفر. يعني لا واخدين بالنا برضو يعني. طبعا انت على طول متحيزه لي، بس ما انت على طول متحيزه لي، بس ما فيش مشكلة يعني. لا من حقنا ما فيش مشكلة. تعيشي وتتحيزيني دايما يا حبيبتي. ربنا يديك الصحة. فالمرض يعني هو زي ما دايما بنقول، دي حاجة ربنا هو اللي كاتبها لنا، وكاتبها لنا يمكن ساعات علشان نتعظ. يعني أنا بلاقي إن الجماعة اللي شمتوا فيا يعني
هم يعني الحمد لله الحمد لله ان بلدنا حلوه الحمد لله. وانهم بيمثلوا يمكن واحد على لا بلاش واحد يعني 10 ما بيمثلوش حاجه خالص كميه صحيح ما لهمش اي اهميه الكلام الجميل الكلام الجميل اللي جالي والتعاطف معايا والدعوات وكل الحاجات الحلوه اللي هي الحاجات المصريه الاصيله اللي احنا تعودنا عليها وعارفينها واحنا بنرجع تاني على فكره.